إصرار، حماس كبير، وعيون كان محور هدفه، إنجاز عمل جمالي بيحمل لمسة إبداع بأنامل الأطفال المشاركين ضمن ملتقى الفنون الرابع برعاية منظمة طلائع البعث. قيم الفن والجمال تنتصر على الإرهاب والدمار. تم افتتاح الملتقى الرابع ليكون مساحة من الإبداع والجمال يلي عبر من خلاله الأطفال عن الحياة ومن وجهة نظرهم. فالبراءة والصدق كانوا عنوان رسوماتهم وأعمالهم الإبداعية. لازم احنا كلياتنا بقى نتشابك مع بعض لنكون إنسان صح، إنسان جميل، إنسان بيحب الحياة، ونعرفه أنه الإرهاب هو فكر خارجي دخل على حياتنا، لازم ما يعيش معنا، لازم نرفضه بأي وسيلة. والرفض راح يكون هو بالحب، هو بالفن، هو بالجمال، هو بعلاقتنا الإنسانية. وهي كلها مشاريع وطنية، والوطن ما بينبنى إلا بالحب طبعاً، بالتفاهم وعلاقات الإنسانية. الملتقى الفني للأطفال كل سنة عم يقام بشكل سنوي لأطفال مدينة دمشق ولكل المحافظات، فبإشراف منظمة طلائع البعث، بإشراف فرع دمشق للطلائع. عم نشغل فيه معرض وعم نشغل فيه أطفال عم يشتغلوا بقايا الطبيعة، زخرفة، بقايا الصناعة، نحت، كمان عم يشتغلوا نسيج، فعدة اختصاصات من الفنون عم ندرب الأطفال فيها مشان يقدموا أعمالهم خلال الملتقى. بعد جولة ضمن المعرض كانت ورشات العمل سيدة الموقف، فما بين مجالات فنية مختلفة اجتمع الأطفال ليكون لهم مساحتهم الخاصة ورأيهم الخاص يلي دعمته الكوادر التدريبية بالمنظمة. هلا أنا بشتغل على هذا النوع، وبجيب خيوط فوتها بخيوط السودا، بحاول اني فوت هدول الخيوط هيك بهي الطريقه. يعني هلا شو عم تعمل؟ انا احاول اني مشان مع انه شربكوا الخيوط ببعض، مشان انه اعملها طريق للخيط مشان يمرق من بين هدول الخيوط. بنسميه جيلاتين، سويناه على الجيلاتين، بنسميه حفر طباعه عبر الجيلاتين. منعتمد على الجيلاتين وعلى الطباعة، على الحبر والطباعة. نشتغل ونعمل ونستفيد من هالأشكال الحلوة، بنعرضها كمان. ومثلا إذا عملته كمان أنا مو بس هون، بعمله بالبيت وبحطها على طاولتي، ما بخلي حدا يقرب عليها، بخليها ذكرى وبكتب من اليوم اللي كتب عملت هالشكل فيها. عم نشتغل بمجال الحفر والطباعة، أنا هون عم بحكي عن التراث وعم حاول رجع التراث القديم. وساويت عن الزراعة، ورفيقتي المقابيري ساويت على المستريبوت بالفلين، وساويت عبارة عن هاي نحتتها على الفلين وطباعتها. من مواد بسيطة بدأت أفكار كبيرة بتعبر عن خامات سورية ممكن ريادتها اليوم بمجال إبداعي يكون مشروع للتميز بالمستقبل، وبيبقى الحلم هو خيط البداية.